رجعنا لحضراتكم من جديد وبنسأل سؤال، ايه كل الاحتياجات اللي كل بنت بتبقى بتتمناها في بشرتها؟ بنبقى عايزين يعني بنات وستات طبعا، سن صغير او سن كبير، بشرة مشدودة صافية مترطبة، طبعا لونها موحد فاتحة، وبتقعد الستات والبنات تستخدم مليون منتج علشان يوصلوا للنتيجة اللي هم عايزينها. طب نعمل ايه؟ عايزين نستخدم منتج واحد يعمل كل الحاجات اللي نفسنا فيها ونريح نفسنا بقى من ناحية التفكير ونريح نفسنا كمان ماديا. طيب هنتكلم النهاردة عن سيرم بينكي اللي بيعمل كل ده في وقت أقل. ضيفتنا النهاردة هي دكتور ناردين نشأت، الدكتورة الصيدلانية اللي هتكلمنا عن سيرم بينكي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. قبل كده وفي حلقات من فتره كنا بنتكلم على كريم بينكي، النهارده سيرم بينكي، فعايزاكي بقى ترجعي وتفكرينا بينكي ايه المحتويات الخاصه في السيرم ده، ايه المميزات بتاعته، كل حاجه عن سيرم بينكي. الحقيقه انه فكره السيروم هي تكنيك جديد موجود في الكوزماتكس، عشان كده بعد ما اصدرنا كريم بينكي عملنا سيروم بينكي، وده بسبب مميزات السيروم اللي بتتفوق احيانا في بعض النقاط على الكريم. حلو. السيروم بشكل عام هو بيبقى سائل ليكويد، في حجم الجزيئات فيه بيبقى صغير وامتصاصه بيبقى اسرع بكتير من الكريم. فده بيساعدني ان انا اوصل لطبقات اعمق من البشره، وبقدر كمان احطه في السيروم كونسنتريشنز او تركيزات من المواد اللي انا عايزه استخدمها اعلى شويه من الكريم. فده الاختلاف بين السيروم او كريم، او ليه عملنا سيروم بعد ما كان عندنا اوريدي كريم بينكي. صح. سيروم بينكي مختلف عن الكريم في الكومبوننتس او في المكونات بتاعته. اول حاجه هو فيها هيلورونيك اسيد، بنسمع اسمه كتير وبقى ترند جدا في عالم الكوزماتكس، يمكن بس في ناس مش عارفه قوي هو بيعمل ايه، نتكلم اكتر باستفاضه عنه. كمان في فيتامين سي، في كولاجين بحري، في فيتامين اي، فمجموعه من المواد المفيده جدا جدا للبشره. احنا عارفين ان السيرم، احنا اهو قدامنا بينكي، السيرم بينكي، بنبقى عارفين ان البشره الجافه بتحتاج حاجه والبشره الدهنيه بتحتاج حاجه تانية. كلميني كده، السيرم بينكي هل يناسب كل انواع البشره، وايه المكونات اللي هي 1.5% 2.5% و10% اللي احنا شايفينها على الشاشه دي؟ سيرم بينكي مناسب لكل انواع البشره، لان هو بيتخصص في علاج بعض المشاكل اللي بتبقى موجوده في كل انواع البشره، مش حاجه خاصه بنوع معين. لو بنتكلم عن اول مركب فيه اللي هو الهيلورونيك اسيد، وده تركيزه 1.5% زي ما حضرتك بتقولي في الصوره. اولا لازم نعرف ان 1.5% ده اعلى تركيز هيلورونيك اسيد ممكن تلاقيه موجود في اي برودكت في الماركت. مفيش اعلى من كده، ده اقصى حاجه ممكن. 1.5 ده التوب يعني. اعلى معدل موجود في اي سيرم. هيلورونيك اسيد دي ماده موجوده في بشرتنا اصلا، هي بتشتغل زي الاسفنجه كده، بتمتص حواليها تقريبا 1000 ضعف حجم الجزيء جزيئات ميه. فهي ميه بالظبط. فطبعا احنا عارفين الميه اساس كل حاجه حيه، يعني معنى كده ان السيرم ده بيرطب جدا. أوكي. جدا. غير الترطيب كمان بيدي حاجه اسمها بلامبنج افكت، او كان البشره ممتلئه بسبب الترطيب ده وسبب جزيئات الميه، كاننا حقنين فيلر. الناس اللي بتبقى عايزه تعمل ده بس خايفه. أيوة. عايزه طريقه اسهل من الحقن واوفر في الفلوس، فالهيلورونيك اسيد بيديني الافكت ده. كمان فكره الترطيب وتجميع جزيئات الميه ده بيخلي التجاعيد الموجوده سواء كانت بسبب السن او الخطوط التعبيريه بتمتلئ برده بسبب الترطيب الشديد بتاع الهيلورونيك اسيد. طبعا بيدي نضاره ونعومه شديده جدا للبشره. المركب الثاني هو فيتامين سي، وفيتامين سي موجود في السيرم بنسبه 10%. 10% ده دي نسبه عاليه. نسبه عاليه ويات برضو ما تعمليش تحسس في البشره، يعني تديني البنفيتس او الفوائد من غير ما تعمل تحسس في البشره بتاعتي. اوكي. فيتامين سي طبعا كلنا عارفين ان هو مضاد اكسده من اشعه الشمس بقى والاكسده اللي بتعملها في البشره، التلوث، التدخين، كل الحاجات دي. لا، وفي ستات بتحط السيرم مش سيرم يعني نقط فيتامين سي بعيدا عن اي حاجه، ده هيوفر ان تحطي فيتامين سي زائد الكريم. حضرتك قصدك النقط العلاجيه بيحطوها على وشهم. أيوة. ما ده بقى دايما غلطه بنعملها احنا كستات، بنبقى عايزين نوفر الحاجه بتبقى موجوده في البيت، فهي دواء مخصص للامتصاص في المعده، ما ينفعش احطه على بشرتي. اوكي. حجم الجزيئات ده ما يتحطش على الوش اصلا خالص، حجم الجزيئات مختلف، فبشره مش هتمتصه ومش هتستفيد بيه، بالعكس ممكن اعمل تحسس كمان في بشرتي، يعني يقلب حساسيه. بالظبط، لان نسبته مش بتاعه البشره أصلاً. مش بس النسبه، كمان حجم الجزيئات. حجم الجزيء اللي بيبقى مختلف
هيمتص من ممتص من المعده اكبر بكتير من اللي هيمتص من على البشره. ده حقيقي، ده حقيقي. وكمان دايما البنات بتدور على الجلو والنضاره وان البشره دي تبقى بتلمع. فيتامين سي هو اللي هيديلك كل الحاجات دي. كمان في فيتامين اي، وبرده البنات بتلجا انها تجيب كبسولات فيتامين اي وتشكها بدبوس وتحطها بالاضافه لكل طبعا خطر جدا، لان الكبسولات دي كبسولات زيتيه، يعني حضرتك لو جربتي تشوفي الكومبوننت او اللزوجه بتاعه الماده اللي جوه لزجه لاقصى درجه. بالظبط، لما احطها على بشرتي هتعمل مصايب مش هتعمل مشاكل. أوكي. لكن طبعا هو موجود في سيرام بينكي بحجم جزيئات المناسب ان البشره تمتصه وتستفيد منه، متخفف بالطريقه اللي تمتصها البشره. بالظبط. اوكي، بالظبط. بيرطب طبعا البشره جدا جدا. لو انت بشرتك جافه، لو في قشور في البشره بتترطب جدا. كمان هو بيسرع من علاج لو في جروح او ندبات، ودي حاجه مهمه قوي. وكمان في دراسات عنه ان هو بيقي بدرجه كبيره من سرطان الجلد لا قدر الله، فدي حاجه برده مهمه ان انا احطها في الروتين بتاعي. طيب الروتين، انت اللي قلتي بقى يا ناردين الروتين، عايزه روتين استعمل بيه سيرام بينك. اول حاجه طبعا لازم نحطه على بشره مغسوله ونظيفه، دي اهم حاجه، وايديا كمان تبقى نظيفه قبل ما استخدمه. ممكن اعمل حاجتين، يا اما ارطب، قصدي انشف بشرتي بكلينكس، بحيث ان انا عايزه بشرتي تبقى منديه قبل ما احطه هيالورونيك اسيد عشان يعرف يمتص الميه اللي احنا بنقول عليها. فمهم ان البشره تبقى منديه، فيا اما بعد الغسول هنشف بكلينكس او مناديل عشان البشره تبقى منديه شويه، وبعدين احط السيرم. لو انا بستخدم تونر بعد الغسول، هستخدم التونر وبعدين بخاخه صغيره فيها ميه ورد او ميه عاديه بعد ما التونر وشها على وشي، وبعدين احط السيرم بتاعي عشان احصل على افضل نتيجه من هيالورونيك اسيد. لازم تبقى البشره منديه، مهم تبقى ايدي نظيفه، ومهم برضو ان انا ما اخدش الدروبر من السيرم واحطها دايركت على وشي زي الاعلانات ما بنشوف البنات. أيوة. بتمسك الدروبر وتحطها على وشي. يا ربي ده هيقضي ايه ولا ايه؟ نفضل نحط نقط نقط نقط، غير ان انا هاخد كميه اكبر من اللي انا محتاجاها. بس هلوث الدروبر نفسها من وشي لو انا عندي حبوب او اي حاجه. امال ايه بقى؟ هرجع تاني احطها في العلبه، فهلوث كل اللي احط في ايدي، احط في ايدي نقطتين بالظبط وافردهم، ادعكهم وافردهم على وشي. اوكي، هتلاقيهم بيتفردوا بكل سهوله ومش هتحتاجي اكتر من نقطه. وما ننساش طبعا الرقبه. الرقبة. طبعا. الاتجاه من تحت لفوق، تحت لفوق، ونعمل المساج ده. بالظبط. سؤال، في يعني احيانا بنحب نحط حاجة عازلة شوية ما بين بشرتنا والميك اب واحنا خارجين، فهل ينفع سيرم ولا لا؟ ما فيش اي مشكله، احنا لو هنحطه في الروتين في كمان كريم مرطب، فهنحط السيرم ونستنى شويه دقيقتين لما يمتص ونحط المرطب. يا سلام لو كريم بينكي كمان عشان ابقى عملت الكومباينيشن اللي هيديني افضل نتائج. الموضوع كله. وبعدين لو انا بقى هنزل وهحط ميك اب، يبقى لازم الاول احط سان بلوك وبعدين احط الميك اب بتاعي. لا معلش انت كده لخبطتي، يعني اول حاجه خالص السيرم، لان هو اخف قوام. السيرم على البشره النظيفه الرطبه. بالظبط. اوكي، بعديها الكريم المرطب. الكريم المرطب، بعدين السان بلوك. السان بلوك يجي يغطي على كل ده. بس استنى 5 دقايق كده بين كل حاجه والتانيه. طب عشان امتصاص السيرم بيقعد قد ايه؟ عشان انت عارفه الواحد ما بيبقاش عايز يستنى وقت كتير لغايه لما يجي يحط ميك اب بعد ما هو جهز خلاص انه يحط ميك اب، مش عايز يستنى كتير. السيرم مش بياخد اكتر من دقيقه، لان هو سائل فما ما بيلحقش اصلا. وانت بتفردي هنا هتلاقي اللي هنا ممتص. اوكي، مش بياخد وقت خالص لان قوامه خفيف جدا. في كمان مكون احنا ما قلناهوش في التركيبه بتاعه السيرم، اخر حاجه فيه هو الكولاجين البحري. وده مهم قوي، وبرده طالع ترند، ناس كتير بتستخدمه وبتحطه في كريمات وفي حاجات كتير. هو افضل طريقه لامتصاص الكولاجين البحري هو السيرم، عشان برده موضوع حجم الجزيئات ده. كمان هو مش بس في كولاجين بحري، في احماض امينيه وبيبتايدز، ده بيخلي يزود الانتاج بتاع الكولاجين، يعني يحفز البشره انها تنتج الكولاجين. طبعا الكولاجين ده بيخلي البشره ما تبقاش مترهله مشدوده، ما فيش تجاعيد، ما فيش مسام واسعه، فهو مفيد جدا جدا للبشره. طيب دلوقتي بقى عايزه اشتريه، اشتريه منين؟ احصل عليه ازاي؟ هل هو موجود في الصيدليات بالطلب بالتليفون؟ اعمل ايه بقى؟ سيرم بينكي مرخص من وزاره الصحه وموجود في الصيدليات، ولو حابين نشتريه اونلاين فهم ليهم صفحه على الفيسبوك والانستجرام، وفي موقع يعني ويب سايت هنلاقيه موجود على الصفحه، ممكن نطلب من الويب سايت او من رسائل الصفحه، وكمان في رقم تليفون هنلاقيه موجود على الصفحه. ممكن تو بي ديليفرد، يعني يجي لي لغايه بالزبط. البيت لو اتصلت على ارقام التليفونات دي، لكن برضو موجود في الصيدليه. يعني على هل احجام ولا هو حجم واحد؟ لا هو حجم واحد 30 مللي، هو حجمه لطيف قوي نقدر ناخده. يكفيني قد ايه 30 مللي؟ هيقعد فتره طويله جدا، لان احنا زي ما بنقول هو بياخد نقطه بسيطه، احنا بناخد نقطه بس منه مرتين في اليوم. فمش بناخد، مش بنستهلك منه كميه كبيره يعني. فهو بيقعد فتره طويله جدا. طيب دايما بيبقى في محظورات كده للي بيفهم في البشره، ان تحت العينين
حوالين الفم، الرقبة، كل دي أماكن مش هي اللي نستعمل فيها نفس المنتجات اللي بنستعملها لبشرتنا كلها أو لوشنا كله. كلميني قد إيه ممكن السيرم، يعني هل ممكن نستخدمه تحت عينينا على الرقبة؟ ينفع للأماكن اللي هي هو بتبقى جلدها خفيف كده؟ يا ريت جدا للرقبة، ده أساسي، الرقبة مع الوش ده أساسي. المناطق اللي هي تحت العين وحوالين الفم هو مش مخصص لعلاج المناطق اللي تحت العين، لأن المنطقة دي فيها مشاكل كتير. أوكي. لو احنا بنستخدمه بس عشان في خطوط تعبيرية حوالين العين أو لو فيها هالات بسيطة ممكن يحسن منها، بس في مشاكل تانية مش بتاعة السيروم، زي مثلا البافنس أو الانتفاخات اللي بتبقى تحت العين، السيروم ملوش دعوة بيها، فهو مش مخصص لمنطقة تحت العين، بس مش هيضرني لو استخدمته في المنطقة دي. أوكي. يعني ما يسببش مشاكل لمنطقة ما يسببش حوالين العينين وحوالين الفم برضه، كل دي ما بس طالما لو انا مش بشرتي مش حساسه، يعني في ناس بتبقى بشرتها حساسه. لا انا سؤالي ليه؟ علشان بيبقى في خطوط، عارفه الرفيعه اللي تحت العينين او الخطوط اللي هي برضه المارينات اللي هي دي، هي اكتر اصلا المناطق بيطلع فيها خطوط تعبيريه هي المناطق اللي بما انه يعني سيرم مالئ او يعني في فيلر افكت كده بالظبط، في نفس الافكت بتاع الفيلر، اقدر احطه هنا اللي بيها يملى الاماكن دي ولا مش هيكون له تاثير؟ لا هيكون له تاثير بنفس طريقه الاستخدام، المناطق دي تبقى منديه بس قبل ما استخدمه، لكن هو مش هيدور المناطق دي. السعر في متناول الجميع، لان المكونات دكتور ناردين اللي قلتيها لنا النهارده دي موجوده، لكن في عارفه منتجات اللي هي سعرها موت غالي جدا جدا، وخصوصا الكولاجين البحري يعني بيبقى موجود في حاجه بتبقى غاليه، هو في متناول الكل، في متناول الكل وبرودكت مصري، فما تاثرش بزياده الاسعار اللي احنا كلنا بنعاني منها. انا عايز اسالك عنه، وفعلا منتج محترم جدا من اول الباكجينج لغايه نتائج الفعاليه بتاعته، ففعلا بنصح الكل ان هو يبتدي يجربه. طيب احنا النهارده كان معانا سيرم بينكي لاول مره في ست الستات، استعملوه وجربوه وابعتوا لنا وقولوا لنا ايه رايكم. وانا دلوقتي طبعا بشكر ضيفتي دكتور ناردين نشأت، الدكتوره الصيدلانيه، شكرا جزيلا دكتور ناردين، وان شاء الله نتقابل كتير ونتكلم بعد بقى ما يبعتوا لنا ريفيوهات كمان عن سيرام بينك ان شاء الله. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده، بشكر كل اللي تابعنا، اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله على كل خير. باي.